هذا وأشاد المواطنون في المحافظات بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس يعني نشكره شكر كبير جدا على القرارات المهمة اللي خدها بزيادة العاملين بالدولة، وهي زيادة بإذن الله هتريح الناس كلها وهتخلي الشعب كله يعني في انفراجة، يعني هتعمل انفراجة للشعب بإذن واحد أحد. المواطن المصري بالأمس شعر بالفرح والاطمئنان على أن القيادة السياسية تشعر بما يشعر به المواطن من متغيرات في الأسعار، والحزمة التي صدر بها قرارات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حقيقي يعبر عن أن السيد الرئيس يشعر ما يحتاجه المواطن وما يخفف عنه الأعباء. أنا بشكر السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على الحزمة الاقتصادية اللي تقريبا كده يعني جاية في وقتها بالضبط، دعما لكل الشعب والعاملين بالحكومة القطاع الخاص، إن هو يعبر انه شاعر فعلا على الازمه اللي بتعرض ليها الناس من غلاء معيشه وارتفاع اسعار. القرارات دي ان شاء الله يكون ليها مردود على الشارع المصري وعلى المواطن المصري. فعلا ده حسينا ان الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدا ان ياخد قرارات جريئه وهتدعم المواطن وحاسس بحال الناس. يعني الحزمة اللي يعني نزلت الرئيس كانت هدفها الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، سواء زيادة المرتبات الحد الأدنى وصل ل6000 جنيه، المعاشات الزيادة 15% سواء معاش تكافل وكرامة والمعاش للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص. الحزمة الاجتماعية الجديدة 180 مليار، طبعا يعني دي حاجة كله منتظرها ومفاجأة جميلة جدا في بداية السنة، وان هو زود 15% للمعاشات و15% لمعاش تكافل وكرامه، وكمان زود 6000 جنيه الحد الادنى للاجور، وان الدرجات الماليه هتزيد من 1000 ل 1200 جنيه كل حسب الدرجه الماليه بتاعته. رغم الازمه الاقتصاديه العالميه اللي متاثره بيها مصر الفتره اللي فاتت، الا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهتم ان هو يصدر حزمه تدعم محدودي الدخل، وهي حزمه غير مسبوقه، يعني زيادة كبيرة بحد أدنى 6000 جنيه للأجور، وزيادة من 1000 ل 1200 في الدرجات المالية المختلفة، وزيادة المعلمين رواتبهم بنسبة محترمة وجميع القطاعات، وزيادة كمان ما انساش المعاشات لما زود 15% لعدد كبير من المواطنين المعاشات 13 مليون. أحب أوجه شكر لسيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعته المستمرة والدقيقة للوضع الاقتصادي في مصر، وطبعا متابعة التضخم والحالة الاقتصادية للشعب المصري، ودي طبعا كانت انطلاقة لأكبر حزمة اجتماعية في تاريخ الحياة الوظيفية لجميع العاملين على المستوى الجهاز الإداري بالدولة، سواء جهاز إداري أو هيئات عامة أو اقتصادية.